كيقول لكم دي الدولة الاجتماعية حصر على تيار معين، كأنه احنا ما عندناش الحق نتكلموا في الدولة الاجتماعية، أو الإيديولوجيا ديالنا ما كتسمحش، أو الخلفية ديالنا ما كتسمحش، أو الأرضية ديالنا ما كتسمحش. هناك من يشكك في البرنامج الحكومي، هناك من يشكك كيقول لكم دي الحكومة ما عندهاش الخطاب السياسي. السؤال، ما هو الخطاب السياسي؟ عن أي خطاب سياسي نتحدث؟ لأنه لا نتكلم، ما بغوش باش ماذا؟ بالنسبة لنا احنا التجمع الوطني الأحرار، وضع اللي سمحتوا لي نلخص جوج الرهانات وغادي نوقف. الرهان الأول، بهذه الدولة الاجتماعية التي خلقنا منها وعي إدراك شعبي مجتمعي، جميع يتحدث عنه، ما عندناش مشكل، نجحنا في المرحلة الأولى أن الجميع الآن أصبح يتحدث عن الدولة الاجتماعية. شكون هو الديكلونشور والتجمع الوطني الأحرار؟ كيفاش غنجزو هذه الدولة الاجتماعية؟ كل واحد كيشوفها من زاويته، رائع. اليوم حنا غنوضعو اللبنة، غدا يجي واحد آخر يكمل، يدير شي حاجة واحدة أخرى. آخر المطاف، من هنا 10 سنوات 15 سنة سيتذكر التاريخ كما يتذكره اليوم أن سمحان أوجار دافع عن الأمازيغية. سيتذكر التاريخ بأن سي عزيز خنوش كان هو الأول من وضع للنقاش العمومي الدولة الاجتماعية. الرهان الأول، بهذه الدولة الاجتماعية ماذا نريد من ورائه؟ احتضان كل الديناميات المجتمعية كيفما كان نوعها، كيفما كانت مواقفها، كيفما كانت انتماءاتها. احتضانها داخل مجتمع متضامن واحد هو المملكة المغربية ولا غير. المغرب يتسع للجميع، وكل واحد يلقى الذات ديالو الطريقة ديالو، وهذه فلسفة عميقة ما غاديش نطول فيها. الرهان الثاني، في إطار هذا العيش المشترك، في إطار هذا الاحتضان، يتطلب نسج تحالفات اجتماعية جديدة، نخرجوا من النمطيات، والأفكار الجاهزة والأحكام الجاهزة إما تكون هكذا ولا راك فاشل ولا ما مزيانش هذا. فهذا عمل جبار. أكيد في الوقت، في المرحلة السنة هذه السنة هذه، وأنتم في الأقاليم ديالكم، كل واحد في المنطقة ديالو، وقعوا شوية ديال الارتباك مع الأزمات اللي كانوا، وكيشوف واحد مجموعة ديال عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كيشوف واحد مجموعة ديال السلوكات، وكيطرح على ذاته السؤال، كيقول أودي شو واقع؟ واش خرجوش فاشل؟ واش هاد الحكومة فاشلة؟ واش فعلا الوزراء ما كيعرفوش يخدموا؟ واش هاد البرلمان فاشل؟ وطرحت أسئلة، ما عندكمش اليقين. هذه الجامعة مناسبة باش نقول لكم الأخوات والإخوان، عرفتوا علاش؟ لأننا زعزعنا التنظيمات التقليدية، زعزعت، وبدا بدينا كنحطوا شوية بشوية نمط جديد في التدبير، نمط جديد في التفكير، نمط جديد في التحالفات المجتمعية، ما كنقولش السياسية، ما كنقولش الإقليمية، التحالفات المجتمعية، تحالفات رسمية مؤسساتية، حوار مع النقابات أكثر تمثيلية، تحالفات غير رسمية، غير مؤسساتية، ما كنقولش لهم مشيو سيبوا راسكم في البحر، ماشي حيت حنا بحنا عندنا الحق نتكلموا معاهم، كنقول لهم أجيو، نتذكروا. وزير التعليم فتح نقاش، وزيرة المالية فتح نقاش، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية فتح نقاش، وزير العدل فتح نقاش، وزير التجهيز والماء فتح نقاش، فاتحين نقاشات مع الفعاليات المجتمعية الأخرى، لأنها جزء من هذا المجتمع ومرتبطة بالدولة الاجتماعية. ما بغيش نحاصروا على ذواتنا، المغرب ليس لنا لوحدنا، المغرب لكل المغاربة، وهذه الدولة الاجتماعية التي نرقى إليها. كيبقى الرعاية الاجتماعية، الصحة، التقاعد، هذو ما
مجرد آليات مادية ستوفر الظروف العيش الكريم للمواطن والمواطنة. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.